فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيف مصر الكريم الرئيس شوكت مردياييف رئيس جمهورية أوزبكستان. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Misr Arab Respublikasi prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi janobi oliylari ishtirokida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi boshlanmoqda. الآن نشهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان. أولاً مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان وتوقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ويوقعها من الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في أوزبكستان لذيذ كودراتوف فليتفضله. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Misr Arab Respublikasi Xalqaro hamkorlik vaziri Runiya Al-Mashad xonim o'zaro tajriba almashish to'g'risida anglashuv memorandumini imzolaydilar. خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان وذلك خلال عامي 2023-2024 وتوقع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ويوقع من الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ كودراتوف. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Misr Arab Respublikasi hamkorlik vaziri Raniya Al-Mashiyat xonim 2023-2024 yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasini imzolaydilar. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم الدولي وذلك بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان في مجال تبادل الخبرات توقعها من الجانب المصري دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ويوقعها من الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لذيذ كودراتوف. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vaziri Laziz Qudratov
hamda Misr Arab Respublikasi xalqaro hamkorlik vaziri Raniya Mashaat xonim investitsiyalarni jalb etish va ikki tomonlama investitsiyaviy munosabatlarni mustahkamlash sohasida anglashuv memorandumini imzolaydilar. مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للاعتماد والوكالة الأوزبكية للتنظيم الفني يوقعها من الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويوقعها من الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لذيذ قدراتوف. أوزبكستان ريسبوبليكاس انفستيتسيلار صناعة وصودو وزير لازيز قدراتوف همدا مصر ريسبوبليكاس صودو وصناعة وزير Ahmad Samir Solih akkreditatsiya sohasida hamkorlik bo'yicha anglashuv memorandumini imzolaydilar. اتفاق التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووكالة وقاية النباتات والحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة بجمهورية أوزبكستان في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي، يوقعها من الجانب المصري وزير الزراعة السيد القصير، ويوقعها من الجانب الأوزبكي وزير الزراعة بجمهورية أوزبكستان عزيز فويتوف. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voyitov hamda Misr Arab Respublikasi Qishloq xo'jaligi va meliorasiya vaziri Muhammad Al-Qusayr o'simliklar karantini sohasida hamkorlik to'g'risida bitimni imzolaydilar.
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان. توقعها من الجانب المصري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويوقعها من الجانب الأوزبكي مستشار الرئيس للشؤون الاجتماعية والدينية مظفر كاميلوف، فليتفضله. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi Muzaffar Komilov hamda Misr Arab Respublikasi Madaniyat vaziri Nilvin Alkian xonim qo'lyozmalar va kutubxonachilik sohasida hamkorlik to'g'risida anglashuv memorandumini imzoladilar. مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية وأكاديمية العلوم معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، وتوقعها من الجانب المصري دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويوقعها من الجانب الأوزبكي وزير الخارجية باختيار سايدوف. أوزبكستان ريسبوبليكا ستاشق إشلار وزير وزيفاسنا بجاروش باختيار سايدوف hamda Misr Arab Respublikasi Madaniyat vaziri Nilvin Alkian xonim qo'lyozmalar sohasida anglashuv memorandumini imzoladilar.
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة بجمهورية أوزبكستان في مجال الصحة، يوقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ويوقعها عن الجانب الأوزبكي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان باختيار سايدوف. أوزبكستان ريسبوبليكا تاشقي إشلار وزارة وزيفاسن بجاروش باختيار سايدوف هم در مصر عرب ريسبوبليكا سالقن ساقلاش و اخوالی وزیر خالد عبدالغفور سالخن ساکلش ساخته انگلشو میمارندومن امضا کردند. برنامج للتعاون بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وذلك خلال العامي 2023 و2025. يوقع من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ومن الجانب الأوزبكي وزير الخارجية باختيار سايدوف. أوزبكستان ريسبوبليكا تاشقي إشلار وزارة وزيفاسن بجاروش باختيار سايدوف هم در مصر عرب ريسبوبليكا تاشقي إشلار وزارة سامح شكري 2023-2025 yıllarga mo'ljallangan hamkorlik dasturini imzolaydilar. شكراً لحضراتكم.